صديق ديال السي الحاج المهدي مبارك، الله غفر الله له ورحمه وسع ونور الله مرقده وجعل المجنة مثواه إن شاء الله تعالى. فهو الصديق الحميم يعني في السفر والحضر، كان رجل من أهل الله، رجل من عباد الله المتقين، نحسبه من الصالحين والله حسبه، رجل من الذي لا تفارق الابتسامة وحياة، رجل ذو الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة أينما كان ينصح ويدعو بالخير ويرى بعين الخير وبعين الرحمة، رجل البشوش الطيب المحسن، بيته يعني مفتوح لجميع الناس، لأهل الخير وأهل الفضل، رجل يعني رفيق ديال العمر اللي كان الحمد لله بفضل الله تعالى استفدى منه كثير، يعني أخلاقه وصفاته اللي كرم الله بها، يعني رجل من الصالحين، كان يعني محبوب عن جميع الناس، عن الصغار والكبار والذكور والإناث، يعني في الحي هو رجل محبوب عن جميع الناس، كرم الله بصفات عالية وبصفات ديال الصالحين، وكان رجل من رواد بيت الله تعالى، ورجل ذو النصيحة منذ أكثر من ربع سنة 40 سنة، ويخرج في سبيل الله إلى البوادي والقرى وينصح الناس بماله ونفسه ووقته، وكذلك في حيه يتجول في حيه ويمشي إلى أماكن الغفلة ويذكر الشباب والصغار والكبار بالله وفي الله سبحانه عز وجل. الرجل الذي فنى يعني قضى عمره كله في الدعوة إلى الله تعالى وفي أعمال الخير والأعمال الصالحة، أسأل الله أن يرحمه ونور مرقده واجعلنا على الأثر، فنحسبه من الصالحين والله حسبه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. يعني فرقة ديال الحاج المهدي كانت ما شاء الله يعني قرحة على القلب ديالنا، ولكن الله أولى منا فيه، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويرحم جميع أموات المسلمين إن شاء الله تعالى، جزاك الله بخير. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.